محمد من اليمن سألت عن حديث 70,000 يدخلون الجنة يا شيخ دون حساب ولا عذاب. هو تريد شرح عن الشرح قد يكون يطول يعني صحيح. يطول الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الأمم رأيت الأنبياء عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي ليس معه أحد. وهذا من المواطن التي يقف عندها الإنسان مندهشا متعجبا يعني. وأيضا تملي على الإنسان أن لا يفتتن بكثرة من حوله وبكثرة من يأخذ بقوله، لأنه إذا كان نبي ممدود بالوحي من السماء ما يأتيه أحد فوجود من يأخذ عنك لا يدل على صحة ما عندك ولا سلامة ما تقول، إنما يحاكم القول والشخص لا بمن يتبعه إنما بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت سوادا عظيما فظننت أنها أمتي، فقال لي هذا موسى وقومه، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رأى قوما قد سوادا قد سد الأفق فقال هذه أمتك، فقال ومعهم الحديث ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فضل عظيم، بغير حساب أي أنه لا تجري لهم الموازنة ولا يعذبون، فيدخل الجنة دون أن يمروا بعذاب ودون أن يحاسبوا. قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترخون، ذكر ثلاثة أعمال، وعلى ربهم يتوكلون، هذا الوصف الرابع. العلماء منهم من قال إن هذا الوصف الرابع يعود إلى المعنى الجامع في الأوصاف الثلاثة. الأوصاف الثلاثة لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، بل يتوكلون على الله عز وجل في دفع المرض، يرقي نفسه لكن ما يطلب من أحد الرقية. وهذا لا يدل على أن الرقية محرمة، إنما يدل على أنه ينبغي أن يستغني الإنسان عن سؤال الناس، وهذا أصل في الشريعة، أن الأصل في, 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 في المسلم أن يستغني عن الناس وأن لا يسألهم شيء حتى القراءة. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، التطير هو التشاؤم بمسموع أو معلوم أو مرئي، فلا يتشاءمون ويجعلون الطيرة الصادة لهم عما يقدمون عليه من أعمال. الوصف الثالث لا يكتوون أي لا يستعملون الكي وهو إحراق البدن بشيء محمى في الاستطباب، لا يكتوون. لكن كل يعني عندنا الاكتواء والاسترقاء دلت الأدلة على جوازهما، ولكن التطير لا يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. قال وعلى ربهم يتوكلون، ذكرت على ربهم يتوكلون، هذا إما يعود إلى الوصف الجامع، إنه السبب الذي تأهل هؤلاء به إلى لهذه المنزلة هو صدق التوكل على الله عز وجل. وقال آخرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا وصف زائد مختلف على الأوصاف السابقة، والذي يظهر أنه وصف يعود إلى المعاني السابقة، لأن من كمل توكله على الله لم يقع في شيء مما ذكر، فلن يسترقي لأنه سيكون معتمد على الله عز وجل، ولن يكتوي لأنه يطلب العلاج من الله جل في علاه ومن الأسباب الأخرى غير الكي الذي ضرره أكبر من نفعه أو قد يضر ولا يحصل النفع المأمول. الرابع والثالث ولا يتطيرون أي لا يتشاءم بمعلوم أو مسموع، فقلبه معلق بالله عز وجل. التوكل ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب نفع ودفع ضرر، وهو من العبادات الكبرى وأعمال القلوب العظمى التي إذا وفق إليه الإنسان فتح الله له فتحا مبينا. فإذا صدق العبد في توكله على الله جل وعلا استنار وجهه واستقام أمره وتحقق ما يؤمل. ولهذا ابن القيم له كلمة بديعة في موضوع التوكل، قال لو أن العبد توكل حق توكله في نقل جبل من مكانه لنقله الله تعالى. وهذا يدل على أن صدق التوكل يبلغ الإنسان أمورا
في غاية الاستبعاد إذا كانت طبعا غير مستحيلات، لكن في غاية الاستبعاد في العادة والمألوف. لذلك يجب على الإنسان أن يصدق في توكله على الله، أن يملأ قلبه ثقة بالله. ما الذي يوصل العبد لهذه المرتبة من التوكل؟ هو علمه بالله. فمن كمل علمه بالله بصفاته، بأنه الملك، بأنه الرب، بأنه المدبر، بأنه الخالق، بأنه العزيز، بأنه الجبار، بأنه الذي إذا أراد شيئا إنما يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، امتلأ قلبه بعظمة ربه وما له من جلال الصفات سبحانه وبحمده، عند ذلك سيتحقق له ما يؤمل من خير، سيكون من المتوكلين. أحسن الله إليكم. والتوكل حق واجب من أعمال القلوب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اللهم يجعلنا منهم. يا رب.